السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الكرام مشاهدي ومتابعي قناة زد تي في في كل مكان. مرحبا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد أصدقائي. هذا هو اليوم الذي كان الكل في انتظاره، حيث لقد دارت اليوم اللعبة الشيقة واللعبة يعني كيف أسميها، خليفة بوب جي أم قاتلة بوب جي موبايل وفري فاير، ألا وهي لعبة كول أوف ديوتي التي كانت موجودة سابقا على الكونسول أو على الإكس بوكس وعلى البي اس 4 أو البي اس 3. لكن الآن لدي لكم خبر مهم جدا أعزائي الكرام، وهي كول أوف ديوتي موبايل التي أصبحت الآن تتوفر على متجر البلاي ستور، ويمكنك الآن عزيزي المشاهد يمكنك الآن تحميلها من على متجر البلاي ستور. نعم، إنه قاتل بوب جي موبايل وقاتل فري فاير وقاتل ربما فورتنايت، لأنها أفضل لعبة، لعبة صراحة خرافية من شركة عريقة ألا وهي شركة كول أوف ديوتي. لا تبخلوا علي أعزائي الكرام بالضغط على الزر لايك لتلقيكم هذا الخبر، والضغط على الزر اشتراك وتفعيل زر الجرس لأنه جد مهم. سوف ننتظر اللعبة حتى تحمل إن شاء الله، وسوف أقوم بمعاينتها سابقا وأشاركها معكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله. استمتعوا بكول أوف ديوتي موبايل.